لو سمحت. نعم. وش عندكم مشروبات ساخنة؟ عندك المنيو تقدرين تشوفينه. لو بيشوف المنيو كان ما سألتك. أخلص قول عليه. الشاهي بجميع أنواعه، هوت شوكولت، أمريكان كوفي، إسبريسو، تركيش كوفي. زين، عطني واحد إسبريسو. تبين دبل ولا سنجل؟ بين الاثنين، نص نص. ما في نص نص، هي دبل يا سنجل. بس أنا أبيه كذا، قهوتي واشربها بالمقاس اللي أنا أبيه. حاضر، سبريسو نص نص. شيء ثاني؟ موية باردة. لحظة لحظة، لا تمشي، غيرت رأيي. كنسل الاسبريسو وعطني واحد تركيش كافي. تركيش كافي. شيء ثاني؟ مو بالمفروض تسألني كيف أبي السكر فيه؟ أسألك لما ما أكون حافظك. سادة. عفواً، أنا زبونة هنا وهذه ثاني مرة أجي الكافيه. لما جيت أول مرة حضرتك ما كنت شغال هنا. يعني المفروض أنك ما تكون حافظني. طيب، كيف تبين السكر؟ سادة وبدون وجه، يعني مغلية مرة، عشان لو جتني بوجه برميها بوجهك. ليه الحين واقف؟ عشان أشوف يمكن تبين تضيفين شيء ثاني. لا خلاص، تقدر تطير. سامي، أقول لك من هاي الزبونة؟ شفتها وياكم قاعدة تولد عمك. للأسف، هذه أختي جاي تذلني. تحسب ذي الطريقة بتطفشني من الشغل. ليش أنت أهلك ما يريدوك تشتغل هنا؟ لو الموضوع على أهلي، أهلي مو موافقين على أي شيء أسويه في حياتي، وأنا مقتنعين أني ممكن أعتمد على نفسي. يحسبون وجودي بالبيت قطعة ديكور ما لها داعي. لو سمحت، أنت اللي هناك؟ خذ لك، هذه جولة ذل جديدة. خلنا أروح أشوف، الله يصبرني على ذا البلوى. خليك خليك خليك، أنا رايح له.